دلوقتي بقى احنا هنعمل مع بعض السيزر سالاد، بس هنعملها النهارده بالسالمون. السيزر سالاد عندي سموكت سالمون اللي هو السومون فيمي او السالمون المدخن، الثلاثه نفس المنتج. وانا دايما بحب اقول الاسامي كلها لان كل شركه بتكتب اسم شكل، فتبقوا انتوا عارفين انه النتيجه واحده والمنتج واحد. بعد كده عندي كابوتشا تشيري توميتوز او طماطم تشيري، او هتستخدموا طماطم عاديه وتقطعوها مكعبات. زيتون اسود مخلي. للدريسنج عندي عصير ليمون، شبت مفروم، الشبت زياده على الدريسنج سالاد السيزر سالاد بس في السي فود، يعني لو هتعملوها لاي حاجه ثانيه شيلوا الشبت. بارميجان مبشوره، زبادي، ثوم مفروم، مايونيز، ملح وفلفل. وعندي للتقديم عيش كروتون اللي هو عيش توست قطعناه مكعبات، حطينا له زيت زيتون ملح وفلفل وزعتر وتوم بودره، ودخلناه الفرن لحد ما اتحمص. ده بيبقى لطيف قوي مع اي شوربه او مع اي سلطه. طيب هنعمل ايه؟ هنحط هنا الزبادي، مايونيز، توم مفروم، عصير ليمون، شوية بارميجان محترمين ومفرومين شوية ناعم، هما اللي هيدوا الدريسنج الطعم بتاعه. ممكن جدا تحطوا كل الكلام ده في الكبة على فكرة. رشة شبت، فلفل اسود، شوية ملح وخلاص. شكرا. انا حطيت الكابوتشا، حطيت الزيتون المخلي، حطيت السالمون، احنا بس عاملينه على شكل وردي، يعني ده حاجه كده اختياري بس للشكل.